ناصر ناصر انكب على الشاي ناصر. طيب 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 ما تسهل ما تسهل بغسلها 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 توجعني في مثل هذه الحالة فإن الإجراء الصحيح في حالات الحروق سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، الدرجة الأولى غالبا تكون سطحية ويستخدم فيها التبريد بالسوائل المباشر، وفي حالات حروق الدرجة الثانية والثالثة فإنه ينصح بمثل هذا البلاستيك الذي يستخدم لحفظ الأطعمة، يوضع على الجزء المحترق وذلك بديلا عن الجلد الذي زال من الاحتراق، ويستفاد منه لوقاية الجسم من دخول السوائل الغير معقمة للجسم. طبعا كل هذا الإسعاف أولي يستخدم أيضا بعد الاتصال بالطوارئ وطلب الدعم الطبي في مثل هذه الحالات، خاصة حالة الدرجة الثانية والثالثة. ودمتم في حفظ الله ورعايته.